تعهد نجوم ميشيل حايك، اهلا وسهلا فيك عبر اغاني اغاني. حاضر اليوم بحفل تجديد العقد مع اليسا ومع شركه روتانا، شو بنقول لك مبروك الصلحه مع روتانا؟ ليش وين؟ انا وروتانا ما كان في خلاف ابدا، بالعكس روتانا شركه مهمه وكبيره وبنعتز بالصداقه معها وبنعتز بالشغل معها، وعلى راسها استاذ سالم الهندي. وانا يوم من الايام قلت وبعد بقول وهذا القول انه صاحب السمو الملكي سمو الامير وليد بن طلال قال له فضل كبير على الفن العربي وعلى الفنانين كلهم يعني بالوطن العربي، فابدا يعني اذا بطلنا نشتغل مع بعض ما صرنا عداوه مع بعض ابدا. وانا بتجمعني فيهم علاقه مع الشباب والمدراء وعلى راس الاستاذ سالم ابدا ابدا. حضور اليوم بالحفل ببشر بشغل جديد بحفلات جديده مع شركه روتانا؟ يا اخي ما ضروري يكون في شغل، يعني اذا في شغل اوكي زياده الخير خير، بس اذا في علاقات اجتماعيه وعلاقات ود وصداقه ومحبه بين الناس ما لازم تكون كلها مربوطه بشغل ابدا. يعني انا بجمعني بسالم الهندي او بالفنانين او بروتانا او بمصفين روتانا، بالعكس علاقه عمر طويل يعني من سنه 89. يعني اذا ما عاد صار شغل او صار شغل القصه نفس الشيء مثل السياسه، لا في حل يعني لا في حلف دايم ولا في عداوه دايمه. اليوم حاضر بحفل اليسا بالوقت اللي ما بنشوف اليسا بحفلات ميشيل حايك ابدا، ليه؟ مين قال بنشوفها؟ بالعكس اليسا بتعمل كثير حفلات معي، بس للاسف هلا صار حفلاتنا قليل، بطل في عندنا هالتواجد حتى لنا كثير بالحفلات، بالعكس اليسا كثير اليسا بالنسبه لي اخت عزيزه وغاليه وفنانه، وقال لي شرف اني اشتغل معها وبتكبر حفلاتي اذا بتشتغل معي بحفلاتي ابدا.